إلينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت للمزيد من المتابعة سيادة العميد سعيد القزح الخبير العسكري والاستراتيجية. تحية لكم سيادة العميد. مساء الخير. أهلا بك. يعني هذه الواقعة الأخيرة يعني إلى أي مدى تعكس تطورا حقيقيا في قواعد الاشتباك وأفق المواجهة بين الجانبين؟ إنما حدث اليوم في بيروت في لبنان وأجزاء من سوريا، العملية العسكرية الكبيرة التي قامت بها إسرائيل باستهداف أجهزة الاتصالات بيجر لعناصر حزب الله، هي عملية غير مسبوقة في التاريخ، لم يحدث مثلها في التاريخ الحديث ولا التاريخ طبعا القديم. إن هذه العملية تعد العنصر المفاجأة الذي يربح الحروب. نعرف نحن أن في الحروب العنصر المفاجأة هو مهم جدا لكي تربح الحرب، وعنصر المفاجأة كان يرتبط دائما بالتوقيت عند قيام الجيش بمهاجمة جيش آخر على حين ذرة، ولكن عنصر المفاجأة هنا قد انتفى لأن الحرب بدأت في لبنان منذ 11 شهر. أما ما فعلته إسرائيل اليوم هو عنصر المفاجأة الأساسي الذي قد يقلب المعركة رأسا على عقب. أن ما أتوقعه هو أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية أو عمليات عسكرية كبيرة وخاطفة وموضوعية ولم نرى مثلها قبلا، لذلك بدأت بهذا الهجوم الذي يعد الخطوة الأولى لعمليات قادمة. تابعنا توعدات سابقة من حزب الله اللبناني باتجاه إسرائيل، يعني هل هذه المرة تصدق وربما يعني نلمس تغير حقيقي في قواعد الاشتباك التي أشرت إليها في البداية، وأن يعني يضرب حزب الله في العمق الإسرائيلي؟ أنا قبل أن أتوقع أن حزب الله سيضرب، أتوقع أن إسرائيل هي التي ستبادر إلى القيام بعمل ما غير متوقع. أنا لا أتوقع هجوم بري في الجنوب اللبناني، لكن أتوقع عمليات عسكرية، عمليات كوماندوس، عمليات إبرار، عمليات إنزال، عمليات خاصة، لأن ما قامت به اليوم هو مقدمة لعمل كبير تريد القيام به، وليس عملا فقط من أجل قتل أو جرح أو إخراج العدد الكبير من عناصر حزب الله من المعركة. إنه الأمن الداخلي الإسرائيلي ذكر أنه أحبط أيضا يعني محاولة لاستهداف قيادي دفاعي إسرائيلي سابق. يعني نعم. هل نعود من جديد أيضا إلى هذه الدائرة من الاغتيالات ويكون هناك أيضا في المقابل يعني رد فعل صادم طال انتظاره من جانب حزب الله انتقاما لما ألحقته إسرائيل منذ فترة بقيادات في حزب الله واستهداف يعني أيضا يعني القيادي هنية؟ واقعيا أنا لا أتوقع أن ينجح حزب الله بأي عملية عسكرية في داخل إسرائيل. من الاغتيالات، عملية اغتيال أو تفجير أي هدف ذو قيمة داخل إسرائيل، إلا إن أراد أن يطلق الصواريخ، وطبعا هناك صواريخ ستصل إلى قلب تل أبيب، ولكن ردة فعل إسرائيل ستكون مباشرة على إيران. هل إيران تريد أن يقوم حزب الله بإطلاق صواريخ وإيذاء إسرائيل حتى تتلقى هي ردة الفعل؟ لا أعتقد ذلك. إن كان يريد حزب الله القيام بعملية وتنجح معه، ممكن أن تكون خارج الأراضي الإسرائيلية وخارج المنطقة، يعني في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، في الشرق الأقصى، لا أعلم أين. إنما داخل إسرائيل أعتقد أن ليس لحزب الله قدرة كبيرة على اختراق الساحة الإسرائيلية. نعم. وما اكتشفته اليوم أجهزة المخابرات الإسرائيلية هو دليل أنها تستطيع إحباط أي محاولة لحزب الله.
سيادة العميد، لغة الانقسام هي الحاكمة للمشهد الداخلي الإسرائيلي، ومن الأمور اللافتة يعني كثير من المعارضات والانتقادات الموجهة إلى بنيامين نتنياهو، وما يثار على السطح أيضا يطفو عليها من خلاف واسع بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت، قد يرقى إلى يعني إقالة نتنياهو له في فترة أو قريبة. يعني إلى أي مدى يلقي ذلك أيضا بظلاله على اتساع المواجهة بين الجانبين حزب الله وإسرائيل في الأيام القادمة؟ إن استطاع نتنياهو إقالة جالنت والإتيان بساعر على ما أعتقد، فهذا مؤشر أن الجبهة الشمالية ستتصاعد بوتيرة كبيرة جدا. حتى مع وجود جالنت يريد أيضا تصاعد الحرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل الجنوبية للبنان، ولكن يريد أن يأخذ وقتا قبل ذلك، لأن الجيش الإسرائيلي يعتبر أنه منهك ويجب أن يأخذ فترة استراحة، بينما الآخرون يريدون الاستمرار الآن في العمليات العسكرية في لبنان وتصعيد العنف. إن استطاع نتنياهو أن يضحي بجالنت أو يقيله، فإن العمليات ستتواصل آنيا من الآن وصاعدا. وأنا أعتقد أن ما جرى اليوم هو تصعيد كبير للعمليات، وأن هناك عملية كبيرة ستأتي لا نعرف ماذا قد تكون. يعني الولايات المتحدة تواصل تحذيراتها من مغبة شن حرب على لبنان، وتنفي بالتأكيد ضلوعها في يعني هذا الحادث الأخير، تفجير الأجهزة اللاسلكية بلبنان. يعني ما الذي يعني يرتقب من الموقف الأمريكي، ويعني إلى أي مدى يعني يمكن أن يكون هناك المزيد من الجبهات التي تفتحها إسرائيل في الفترة القادمة، وأن يحدث ما روج له في السابق من تباعد أمريكي إسرائيلي؟ هل يمكن أن يترجم على أرض الواقع هذه المرة؟ الولايات المتحدة الأمريكية ترفض رفضا قاطعا القيام بأي عملية برية في لبنان، ولذلك أنا أعتقد أن إسرائيل ليس من مصلحتها أن تقوم بعملية برية، بينما أن تقوم بعمليات جراحية وعمليات خاصة. وبالمبدأ العسكري أو بالمنطق العسكري يقول أنك تربحين الحرب إن حققت أهدافك بدون إطلاق طلقة، أو إن حققت أهدافك بدون وقوع خسائر بجانبك، أو إن حققت أهدافك بخسائر قليلة أقل قدر ممكن من الخسائر. وإن كان إن استطاعت إسرائيل أن تحقق أهدافها وجلب أن تجلب حزب الله إلى المفاوضات أو إلى القبول بشروطها وخروجه من جنوب الليطاني وابتعاده عن الحدود الإسرائيلية بدون أن تتوغل في الوحول اللبنانية من حيث التوغل البري الذي سيكلفها أثمانا باهظة، ستحدث هناك خسائر بشرية ومادية كبيرة بالجيش الإسرائيلي إن توغل في الجنوب اللبناني. فإن استطاعت إسرائيل أن تحقق أهدافها بواسطة القصف الجوي والعمليات الخاصة فهذا ما ستفعله، خاصة أن الولايات المتحدة ترفض أن تقوم إسرائيل باجتياح بري إلى لبنان، ولكن لا تمانع أن تؤدب حزب الله أو تقوم بعمليات. التأثير لهذه الضربة هل يكون صادما فقط بالنسبة للمشهد السياسي والأمنية في إسرائيل، أم يمكن أن يرقى لتوجسات الكثيرين في الفترة الأخيرة من أن ترقى هذه المواجهة إلى حرب شاملة مفتوحة تدفع ثمنها المنطقة بأسرها؟ من الممكن أن تطورت هذه الحرب أن تتوسع الحرب وتدخل إيران وتدخل الميليشيات الحوثية ويدخل الميليشيات العراقية، ولكن أنا أستبعد ذلك، أستبعد لأن إيران لا تريد أن تدخل في حرب موسعة أو أن توسع الحرب، والولايات المتحدة لا تريد. وإن كانت إسرائيل هي الوحيدة التي تريد أن توسع الحرب، لا أعتقد أنه سيكون
توسعة الحرب هنا هو الغزو البري للبنان. أنا لا أعتقد أن هناك غزوا بريا للبنان، ولذلك ستبقى الضربات ضربات جوية وضربات ستكثف هذه الضربات وستكون عنيفة جدا وتطال القيادات وتطال كما حدث اليوم. حتى الآن يقال أن هناك 3000 جريح من حزب الله وحوالي 10 إلى 12 ضحية قتيل. فأنا أتوقع أن تستمر المعارك على هذا المنوال وأن تكون هناك المجارة بين الجانبين بدأت من الأساس منذ 7 من أكتوبر الماضي على وقع انتفاضة الأقصى يعني وبدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ويعني كثير من المتابعين والمحللين للمشهد العام يرون بأن كلمة السر في إنفاذ الهدنة. هل يبقى ذلك حلما بعيد المنال بالنظر إلى سياسات نتنياهو المتعنتة والإصرار على التصعيد على كافة الجبهات؟ إن نتنياهو يلعب الآن بمستقبله السياسي، وقد صدرت عدة تصاريح من إسرائيل أو من الولايات المتحدة بأن ما يقوم به نتنياهو اليوم هو تأمين مستقبله السياسي وليس تأمين مصالح إسرائيل الكبرى. إن تصعيد الحرب يخدم نتنياهو شخصيا. نعم. ومحلل من بيروت سيادة العميد سعيد القزح الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر.